استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ما بتتعلمش من اللي حصل لك. شالوك من تحت ايدي المره اللي فاتت، اعمل فيك عشان تتلم. انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اجي هنا، بس انا عندي بلاغ مهم. بلاغ مهم؟ هتلاقيك جاي في حاجه فاضيه وايه كلام. روح يا ابني اعمل لي شاي بسرعه. عشان قول اعمل زياده. اتفضل ارغي. اخس عليك يا ندى، نسيت المفتاح برضو. انت عارفه يا بنتي ان انا بمشي بالعافيه، حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ انا اسف يا امي، مش ده بيت الانسه ندى محمد سطوحي؟ ايوه يا ابني. خير؟ لا مؤاخذه يا امي، هي بنتك عملت حادثه وهي في المستشفى دلوقتي. امسك قطع شحن. بس انت شفت الفيديو ولا ايه؟ لو ما لحقتش تشوفه احنا ممكن نتصرف ونجيب شاحن. يا عم شفته، وبعدين هنجيب شاحن للتليفون العجيب ده منين؟ انت بدل ما بتتفرج على البنت وتصورها ما تدافع عنها يا اخي، هي دي الرجوله برضه. انا ما تخيلتش ان هو هيخبطها بالعربيه. انا قلت ان هو هيعاكس وخلاص. يعاكس وخلاص؟ ما العيب مش عليك، العيب على كل الناس، تقف تتفرج على حريقه وتصورها بدل ما تطفيها. معاك حق. انا غلطان، بس دلوقتي هنعمل ايه؟ مش عارف. التليفون اللي معاك ده مش باذن النيابه، بس ده كفايه ان انا اجيب ابن لطفي ونحط ابوه وامه. وابوه يجي هو وحماد الموجي يطلعوه، مش كده؟ على جثتي. لو وزير الداخليه جه بنفسه مش عارف يطلعه. هات هات التليفون ده عشان اثبته مع المحضر. اخلص. التليفون ده هيفضل معايا، مش هطلعه غير قدام النيابه. ماشي. طب اقعد هنا. ما تتحركش لحد ما اجيلك. طب والبنت؟ بنت انا عدى على المستشفى نطمن عليها واحنا رايحين. انت بجد هتعمل كده؟ اه هعمل كده. وانت اجدع مني ياض ولا ايه؟ بس انت برضه وكيت على فكره. كويس انت جيت بلغت وما خفتش. ما زعلش من ياض من اللي حصل. بس انت بصراحه برضه واد مستفز. المشكله اللي كل واحد لما بيجي بيدور على حقه بيبقى قدام الناس شكله مستفز. عامة انا عرفت اللي انت عملته مع تايسو. الظاهر انك كنت فاهمه غلط. ترزع يا نيل. ما تحركش لحد ما يجد فاهمه ولا لا. حاضر. هدي نفسك يا حاج، خير ان شاء الله. خير ازاي يا حماد؟ افرض ان في حد شاف الواد، واكيد البنت هتشهد عليه. انا عموما بعت حد من رجالتي عشان يشوف البنت دي راحت انهي مستشفى. يعرف لنا الاخبار كده ويتقص من بعيد لبعيد. بس انا شايف احنا لازم ناخد احتياطاتنا. ناخد احتياطاتنا ازاي؟ يعني اول حاجه العربيه دي لازم نخفيها خالص. حصل. انا بعت حد من عندي من المعرض خد العربيه وخفاها فعلا. تاني حاجه بقى تامر لازم يختفي خالص. طب دي هعملها ازاي دي؟ انا هكلم الواد شادي ابني خليه يجي ياخده ويطلعوا على السخنه، وعندي بدل الشاهد 10. ما تقلقش. اعمل اللي انت شايفه يا حماد. امال انا جايبك ليه؟ طيب اهدى بس ما تقلقش. وانا شايف ان احنا لازم نتصل بالمحامي الاستاذ نشأت اهو ناخد رايه برضه في اي حاجه. المهم ان الواد يطلع من الورطه اللي هو فيها دي. ما تقلقش. الو. مساء الخير يا نشأت، ازيك؟ الحمد لله كويس. انا لحقتك قبل ما تنام. انت فين يا ابني؟ اقعد مستنيك ساعه. كنت بجيب حاجه من بره حضرتك يا فندم. طب اخلص يلا. تعرف بنت لطفي ابو المجد؟ اه يا فندم. طب وديني ليه؟ يلا. حاضر. فهمت يا عرسه ولا عيد تاني؟ عيب يا مرياسة، كلامك يتقال مرة واحدة وما يتنسيش. طب يلا اجري نفس، لما تخلص كلمني قول لي عملت ايه. حصل. عرسة خلص. هنعمل ايه يا متر؟ الحقيقة أنا شايف إن حماد بيها عنده حق. على فكرة أنا بفضل إن ولادي يسافروا في عربية من عربياتك يا حماد بيها. اشمعنى؟ يعني عشان مفيش كمين شرطة اعترضهم في الطريق. وماله، مفيش مشكلة خالص. بعد كده نشوف البنت قالت ايه وبناء عليه هنتصرف ازاي. المهم انت مطمن يا متر. عيب يا حاج، طول ما معاك نشأة فهمي محدش هيقدر يجي جنبك ولا جنب تامر، وكله بالقانون.
خلاص بقى يا حاج اطمن. عموما شادي زي ما انه جاي دلوقتي هو والعربيه والسواق بتاعي، يكملوا هم بيها على السخنه، وانا معلش يا متر بقى هتقل عليك، يبقى اخدني في سكتك وانت مروح. ربنا يستر. يا رب يا رب، هذه العوايب سليمه يا رب يا رب، ده احنا غلابه ما لناش غيرك يا رب. وحد الله يا امي كده وصلى على النبي، ان شاء الله ما فيش حاجه سليمه باذن الله. اسمع من بوك ربنا يا رب والنبي يا رب، يا ابن حبيبك النبي يا رب يا رب، ده احنا غلابه، استر معايا يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله، استر مع الغلبان اللي جوا يا رب، نحن غلابه ما لناش غيرك يا رب. ماشي يا حاج، هقوم انا بقى اروح لاني تعبت، وهنبقى مع بعض على التليفون. مين هيجي لنا دلوقتي؟ مش هخش جوه بيت يا حاج. سيبها تفتح الباب نشوف فيه ايه. افتح يا بنتي. مساء الخير يا حاج لطفي. سليم باشا خير؟ ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ سليم باشا ظابط مباحث الاسم. اهلا وسهلا. طبعا احنا التقينا قبل كده. ابنك تامر فين؟ سمعتني، ابنك فين؟ تامر مع شادي يا ابني، هم سافروا مع بعض الصبح. خير في حاجه؟ يعني هو بعد ما خبط البنت الغلبانه طلع على العين السخنه؟ لا مؤاخذه يا باشا، بنت غلبانه مين اللي هو خبطها؟ هو الباشا مين؟ نشأة فهم المحامي. محامي؟ والحياة تجيب محامي كمان بالسرعه دي؟ ده ايه السرعه دي يا حاج لطفي؟ لا انت فاهم غلط، انا وحماد بيه اصدقاء للحاج لطفي، وبعدين لا الحاج لطفي ولا تامر ابنه عندهم قضايا عشان يحتاجوا المحامي. طب اقعد اقعد اقعد، انا مطول شويه مش ماشي. اقعد يا حاج لطفي اقعد اقعد، ما تخافش انا مش جاي لك انت. اقعد. ابنك تامر فين؟ اظن احنا جاوبنا على السؤال ده قبل كده. وعربيته كمان في العين السخنه؟ يعني عربية على المؤاخذة؟ احنا عندنا عربيات كتير، وتامر ما تاخذنيش يعني بيركب اي واحدة. لا ما انا عارف، انا قصدي على البي ام الحمراء. مش هو عنده بي ام حمراء؟ عنده بي ام حمراء، بس اشمعنى العربية دي؟ طب ايه رأي سعادتك ان دي بالذات بقى عند السمكري بقى لها كام يوم؟ كام يوم يا حاج لطفي؟ لما تصور بيها النهارده بيخبط البيت. تصور؟ تصور ازاي يعني؟ والله البلاغ اللي جالنا كده مش هتبلى عليه. بعدين اللي بلغ عنه زياده اللي انت جيت طلعته، مش هتبلى على ابنك. على فكره يا باشا، الفيديوهات دي بيتلعب فيها. ليه حوالي نشأت بيه؟ ده لسه الموضوع من شويه. خلاص، اللي يفصل بيننا المعمل الجنائي، وبعدين تامر مع شادي في العين السخنه، وعندنا شهود على كده. في اسئله تانية؟ لا مش جاي اسال. انا جاي اخد تامر وامشي. وتامر مش هنا. تمام. على العموم بقى حاج لطفي، ابنك في السخنه في الساعه انا مش هرحم. يا سليم بيه، احنا تامر ابننا ما عملش اي حاجه. انا مش فاهم انت حاطه في دماغك كده ليه؟ وبعدين يعني ما اعتقدش ان وزير الداخليه هيعجبه الكلام ده. لا السكه دي مش تمشي معايا. بعدين اسال عليا وانت تعرف ان انا ما بخافش. بس انت بقى خاف على ابنك. خليه يجي لي بنفسه بدل ما اروح اجيبه. نورت يا سليم باشا. ولو انك ما لحقتش تشرب حاجه معانا يعني. ماشي. ما تبقاش تزعل بقى من اللي هيحصل. سليم باشا. لو العربيه البي ام الحمراء عجبك، عندي اختها في المعرض. وهنسيره. بجد؟ والله. حتى على الصبحين تشرب معايا فنجان قهوة وتدور عربيتك وتتكل على الله، مش هنختلف. اجيب واحد. انت دي ما وعم لطفي. ايه؟ ايه يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ما كانش في داعي لحكاية العربية دي خالص، الراجل شكله ما بياكلش. أعمل إيه؟ لو قلت أجرب معاه أي سكة. بعدين ده بيقول لك الواد ما تصبر. والله يا ابني لحد دلوقتي
دلوقتي ما عارف اللي حصل ده حصل ازاي. قسما برب العزه ما كنت اقصد. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده. اطمن. وان شاء الله البت هتقوم منها بالسلامه. المهم تفضل موزه زي ما هي. موزه ايه وزفت على دماغك دلوقتي؟ انا خايف اشاري البت دي تموت ولا يجرى لها حاجه. اصل انت ما شفتش البت اتهبدت في العربيه ازاي؟ ودمها كان سايح على الارض. انا متاكد ان جرى لها حاجه. يا جدع فضل الله ولا فعلك. ما تقلقش يا صاحبي. الموضوع كده اتعقد يا بهوات. يعني يا متر؟ لا خد بالك. تامر ده ابن الوحيد. مش هسمح انه يخش السجن ابدا. يا حاج اطمن ان شاء الله ما فيش سجن ولا حاجه. احنا المهم ان احنا نرتب اوراقنا كويس ونجهز لكل الاحتمالات. ايوه علي. ايه الاخبار عندك؟ ايه؟ اوعى تكون قالت حاجه. طب خليك عندك لو في اي حاجه ببلغك. في احمد بنت ماتت. لا حول ولا قوه الا بالله. ما قالتش حاجه لما جت في الحادثه؟ للاسف لا. هي جات لنا حالتها مغمى عليها وحاولنا ان احنا نسعفها، لكن للاسف اصابتها كانت خطيره جدا وكان مغمى عليها. مش حد من قالها هنا؟ اه والدتها اللي موجوده دي، بس ما تعرفش ان بنتها توفت. ربنا يصبرها. ماشي يا بعد اذنك. أنا مش فاهم أنتم مزعلين نفسكم ليه يا بهوات؟ لا يمكن اللي حصل ده في مصلحتنا. مصلحتنا إزاي يعني؟ بقول لك البنت ماتت. الله يرحمها. أنا المهم عندي إن هي تكون عملت بأصلها وما جابتش سيرة تامر قبل ما السر الإلهي يطلع. أه الواد علي هناك هيتطقص وهيرد عليا لو في أي حاجة. المشكلة الحقيقية عندي دلوقتي الشاهد والفيديو اللي معاه. الواطي. الواطي اللي ما بتمرش فيه وأنا اللي جريت جري عشان أطلعه لما مسكوه. الواد ده حاج هو اللي في ايده مفتاح القضيه كلها. لازم يغير شهادته ولازم الفيديو ده يختفي. كده هنبقى احنا في السليم. وبعدين يبقى يوريني الضابط بتاعكم ده هيعمل ايه. بقول لك يا حاج، هو انت مش تعرف ام الواد ده؟ ما تكلمها. اكلمها في يا عماد. ما انت عارف الحكايه. وعارف الواد وعمايله. هي عرفت تتصرف اللي يخص الواد لما هتعمل لنا حاجه في اللي يخصنا احنا. عندك حق يا حاج. عارف مين اللي هيحل لنا المشكله دي؟ مين؟ الواد زناتي. ها جبت مفتاح المخزن زي ما قلت لك؟ اهو خليه معاك دلوقتي. دلوقتي فين؟ في مكتب رئيس المباحث. بس ليه؟ لسه ما رجعش. طب بقول لك ايه؟ عايزك تغور الواد العسكري اللي على مكتب رئيس المباحث ده قيمه ربع ساعه كده. هتعرف ولا هتغرق في شبر ميه؟ يا كبير، الحوار ده لو اتكشف هيحصل عوق جامد. ولو خلص هيبقى في قرشين عنب. ها معايا ولا اجيب حد تاني ياكل اللقمه الطريه دي؟ طول عمري معاك يا برنس. بس انت مالي ايدك؟ ياد عيب ياد، انا زناتي ياه. مالي ايدي ياه؟ بكره تيجي تبوس ايدي يا بف. خلصانه بضمير مرتاح. يلا ياه. خد يا كابانش. ايوه حضرتك. عشيت ياد ولا لسه؟ ابدا والله يا حضرتك العميل. انا من ساعه ما اتغديت ما حطيت لقمه في حنكي. طب روح الكانتين كلك لقمه على حسابي، خلصانه بخساره. حاضر يا حضره الامين، ربنا يكرمك ويجعلك ويديك على قد نيتك الطيبه يا رب. متاخرش يالا. حاضر.
مساء الفل يا استاذ زياد. اهلا. طب ليه المعامله الناشفه دي؟ ده انا حبيبك. عمر يا سيدي براحتك، بس هتعبك معايا شويه. خير؟ لا مؤاخذه، بس هننقل المكتب تاني، العيال العساكر هينضفوا قبل ما سليم بيجي ويطين عيشتهم. في حد بينظف بالليل كده؟ افترى بعيد عنك، بس حكم الاوعى الضعيف هنعمل ايه؟ بس معلش حقك عليا، لا مؤاخذه بس هتلم حاجتك وتيجي معايا. سليم بيقال لي ان انا ما اتحركش من هنا. يا راجل دول خطوتين، مكتب جنبنا هنا بس عقبال ما العيال تخلص، وكده كده هو لو جه لهم ما خلصوش هيجي لنا. يلا. فين الخطوتين اللي انت قلت عليهم؟ خلاص يا سيدي وصلنا اهو. اتفضل اتفضل يا استاذ زياد، اتفضل افتح الفاعل. اتفضل يا استاذ زياد، هجيب لك شاي دلوقتي. انا مش عايز يوشكوا بحاجه. مسا مسا ابو خليل. انت مين يا عم انت؟ عرسك. عرسك؟ ودخلت هنا ازاي؟ تحت الباب؟ عرسه يدخل من اي مكان. عايز ايه؟ مرسال من طرف المعلم حسن الطب. ما تخافش. عايز ايه مني حسن الطب؟ مش كفايه اللي انتوا عملتوه فيا؟ عارف الازازه دي فيها ايه؟ مية نار. فهمت ولا نقول كمان؟ هو في ايه بالظبط؟ مفيش حاجة. انت قلقان ليه؟ أنا هجيب لك شاي. انت عايزين مني ايه؟ كل خير. اقعد اقعد. بترتاح. خايف ليه؟ مش خايف. عايزينك تعال ابو خليل وتعرف انك لو في بطن امك هنجيبك. والمعلم بيقول لك ايه بقى؟ انت كده كده هتخش السجن، فخليك راجل ابو خليل وشيل شيلتك. واياك اياك ابو خليل تجيب سيرته او سيره حد من صبيانه، بدل ما حد من السجن يقل عقله ويضربك بمطوه زي دي او يرشك بشويه ميه نار زي دول، ولا بعيد الشر يرش واحدة من بناتك بشوية زيهم. ودول ولايا أبو خليل، ولايا. هتعمل إيه بقى الواحدة في يوم لو وشها باظ؟ قلب الكلمتين دول في دماغك أبو خليل قبل ما تتعرض على النيابة بكرة. عرس خلص. يا رفاعي، في العساكر؟ جوه بياكل لقمه سعادتك. سعادتك شايف الجو؟ جو ايه وزفتي واحنا في حضانه؟ يا باشا العيال ما كلوش حاجه من الصبح. ان شاء الله مع انهم طفحوا. حالا يا باشا كل واحد يرجع مكانه. خلصانه في منت. لما نشوف. الو. ايوه زناتي. الضابط رجع. طب خلي عينك عليه. ولو حصل حاجه كلمني. سلام. ها يا استاذ زياد، مش قلت لك يمكن مش هو؟ بقول لك انا مصوره بالموبايل بتاعي. لولا بس ان الموبايل فاصل كنت فرجتك على الفيديو. ولنفرض ان هو يا اخي. دي حادثه قضاء وقدر يعني. وبعدين ده شاب زيك يرضيك مستقبله يضيع؟ ما علينا منه يا سيدي. أبوه ده مهما كان جارك برضه وخيره عليك. ولكن الكلام ده ما بياكلش معايا، ما تضيعش وقتك. رجعني مطرح ما كنت، أنا مش هغير كلامي. طب إيه رأيك أجيب لك من أبوه 50,000 جنيه؟ ما يلزمونيش. 100,000 كويس؟ زياد أنت شاب في بداية حياتك، مبلغ زي ده يعمل معاك مصلحة حلوة. وفعلا 100,000 تستاهل إن أبيع البنت الغلبانة. بس ده تفكير اللي زيك.
يا ابني، كان اهل البيت نفسهم اتراضوا مع الراجل، ما فاضلش غيرك يا زياد. هم حرين، انا مش غير كلامي. يا ابني انا امال الحياه يبقى من الميت، خد المبلغ واعمل لك مصلحه حلوه. وده مش حقهم لوحدهم. ابن لطفي لو ما تحاسبش كل يوم هيدوس على بنت جديده. اعتبرها بنتك. ما يخصكش. ده برضه رد الناس الرخيصه اللي زيك. لا ده انت ابن كلب قال لي ادب وعايز تتربى. مش هتعرف تعمل معايا حاجه. لا يا رحمك اعرف اعمل. انا عايز اعرف الواد ده راح فين. ما يمكن زهق وروح يا باشا. انت هتستهبل؟ ما طبعا ما انتوا ليه النهارده نايمين تحت البطاطين متدفيين. وانا ذنبي ايه بس؟ يعني ايه ذنبك ايه؟ انت مش عامل لي فيها الصدر حنين ولامم العساكر حواليك؟ انت تعرف بيت الواد ده فين مش كده؟ انا يا باشا عارف. تروح دلوقتي تجيبه من حضن امه مفهوم؟ حاضر يا باشا. يلا غور من وشي. فين يا عم انت؟ الظابط رجع وقالب الدنيا. ما خلاص يا دول، قلت لك ما تبقاش خفيف امار. يلا ربع ساعة وتعالى بسرعة. يا عم زياد لسه دماغك ناشفة؟ ما تفرهدش نفسك وتفرهدني معاك. ما هو انت كده كده مش هتخرج من هنا غير لما تعمل اللي انا عايزه. فريح نفسك. ابويا الله يرحمه قال لي عيش راجل. لما قابل اللي زيك الواد مات يا زلات.